وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تذهل في مبادئ إشراق أنواره الحوادث والنواظر، وتتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، العالم بخفايا السرائر، العليم بمكنونات الضمائر، إذا أراد قضي المراد، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه، سبحانه وتعالى إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمعرفة الله عز وجل هي سبيل النجاة في هذه الحياة. أيها الإخوة الكرام، لو أن أحدنا أصابه مرض فإنه يبحث عن أمهر طبيب ليعالجه، وإذا أراد أحدنا أن يبني بناء فإنه يبحث عن أمهر مهندس ليساعده، وإذا كان لأحدنا قضية فإنه يبحث عن أمهر محام حتى يوكله. فأحيانا لا يستطيع الإنسان ولا تكون لديه القدرة المادية حتى يستعين بأفضل طبيب ولا بأفضل مهندس ولا بأحسن محام. فإذا كانت عندك مشكلة من هذه المشكلات وجاءك أمهر طبيب ليعرض عليك أن يعالجك، ثم أنت أعرضت عنه ولم ترضى، ماذا نقول عن هذا الشخص؟ عندما يأتيك أمهر مهندس ليبني لك بناءً لا يريد منك مالاً ولا يريد منك عطاءً، إنما يعرض أن يخدمك، ثم أنت تعرض عنه، لا ترضى، لا تذهب إليه. إذا أردنا أن نصف هذا الشخص فأقل ما نصفه به أنه ليس بعاقل، فإن حاجته ستقضى على أحسن ما يكون على يد من جاءه عارضا خدمته. وإذا أردت أنت أن تقول عن هذا الشخص أكثر من ذلك فاصبر، لأنك قد تكون أنت هذا الشخص الذي رفض إعانة أفضل طبيب ورفض عون أفضل مهندس، قد تكون أنت وأنت لا تدري. أيها الإخوة الكرام، الحياة لا شك أنها مليئة بالمحن والشدائد والابتلاءات، ويحتاج العبد إلى قوة تعينه على مواجهة هذه الحياة. فالله عز وجل من أسمائه أنه هو الوكيل،
الذي يعرض عليك أن يتكفل بكل أحوالك، فقط إلجأ إليه، فقط اعتمد عليه، فقط توكل عليه. الله عز وجل هو الذي يعرض عليك أن يتكفل بك وأن يكفيك وأن يغنيك وأن يعطيك، هو الذي يعرض عليك. ولا تجد آية في كتاب الله تحث على التوكل على الوكيل إلا ويسبقها أو يتلوها بيان لسبب هذا التوكل. انظروا إلى قول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هل لك حاجة خارج المشرق والمغرب؟ فهذا هو رب المشرق والمغرب، هو صاحبهم، هو الذي بيده مقاليد أمورهم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله خالق كل شيء، فهل حاجتك ما هي إلا شيء؟ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيها الإخوة الكرام، الوكيل سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بخلقه وتكفل بعباده تدبيراً وخلقاً وهداية وتقديراً. الله عز وجل تكفل بك، لكننا وللأسف نعرض عن ربنا جل وعلا، نعرض عن سبب نجاتنا وعدم هلاكنا في هذه الحياة. إن شئت فقل أن هذا مرضنا جميعا، أفرادا وجماعات بل ودول، هذا مرضنا، وهو ضعف التوكل على الله الوكيل. فالمتوكل على الله عز وجل حقا ليست لديه مشكلة. فيا من تحزن على ما فات، ويا من تخاف على ما تعيش، ويا من تقلق على ما هو قادم، يكفيك فقط أن تتوكل على الله، يكفيك كل هذا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي. لكنك قبل أن تنال النتيجة لابد أن تقدم المقدمة. نحن نريد فهو كافي بدون أن نتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافي. والله الذي لا إله غيره يكفينا الليل اليوم فقط أن نذكر آيات التوكل في كتاب الله فقط، مع هذا النظم العظيم من الله عز وجل وهذا البيان الذي لا يحتاج إلى شرح، بيان قدرة الله عز وجل التي تجعلك تتوكل عليه. اسمعوا إلى قول الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض. كما قلنا لم تجد آية تدعوك إلى التوكل على الله إلا وفيها بيان لسبب هذا التوكل، سبب عقلي قبل أن يكون سبب إيماني. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يقول الله عز وجل: وتوكل على العزيز
يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. توكل على الله العزيز الرحيم الذي يعلم حاجتك ويعلم ما تريد بدون أن تتكلم وبدون أن تشرح. لماذا؟ لأنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما من حالة مررت أنت بها إلا والله عز وجل بها عليم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. إذا توكلت عليه فاطمئن أن حاجتك ستقضى، لأنه حي لا يموت، لا يزول ولا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا من يتوكل على الله عز وجل، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تغدو في الصباح خاوية البطون ثم ترجع في آخر النهار ممتلئة البطن. من الذي رزقها ومن الذي أعطاها؟ من توكلت عليه، إنه الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إذا أراد أحدنا أن يوكل أحدا بالنيابة عنه فهناك ثلاثة شروط لا بد أن تتوافر في من توكل. الأمر الأول أن تكون أنت واثقا فيه، أن تكون واثقا فيه أنه يستطيع أن ينفذ لك ما تريد، أن تكون واثقا فيه. الأمر الثاني أن تكون عنده خبرة ودراية وعلم في هذا الأمر. الأمر الثالث أن يكون متفرغا لك، ليس بمشغول عنك. هذه الثلاثة أمور لو توافرت في وكيل فلا بد أن توكله، ولن تجدها في أعظم من الله عز وجل. الغني عنك، مالك الملك الذي عنده علم وخبرة ودراية وإحاطة وقدرة على كل أحد وعلى كل شيء، فلن يمر لك خير إلا من خلال الله، ولن يصرف عنك شر إلا بإذن الله وإرادة الله، فلماذا تذهب إلى غيره؟ أيها الإخوة الكرام، لما قال الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هؤلاء قد جمعوا لكم جمعهم وأرادوا قتالكم وهلكتكم. إن الناس، قال الله عز وجل عنهم مادحا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لأنهم علموا بكفاية الله عز وجل لمن توكل عليه. لذلك قال أهل العلم أن التوكل الحق هو علم القلب بكفاية الرب، أن يوقن القلب بأن الله كافيه. والناس جميعا لا ينفعونه بشيء ولا يضرونه بشيء إلا بإرادة الله عز وجل. قالها النبي وأصحابه:
يوم قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما جمعوا له الحطب وأوقدوا النار العظيمة قالها إبراهيم في النار لما جاءه جبريل عليه السلام وهو في النار وقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم المتوكل على ربه أما لك فلا. وفي روايات علم الله بحالي يغني عن سؤالي، وقال حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءته البشرى من الله عز وجل مسبب الأسباب رب المشرق والمغرب الذي يسبب السبب ويعطيه الفعل ويسلب عنه الفعل، فهو الذي جعل النار حارقة وهو الذي سلب من النار خاصية الإحرام. فقال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل العلم لو أن الله عز وجل قال للنار كوني بردا فقط لتجمد إبراهيم من البرودة، ولكنه قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبعض الآثار جاءت بقول إبراهيم أن أفضل أيام حياته قضاها وهو في النار، لأنه في معية الله، لأنه يعلم بكفاية الله له، يعلم بأنه عندما يعتمد على الله ويتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافيه. ولكننا أيها الإخوة الكرام، الكثير منا يفهم التوكل فهما خاطئا، فقد يجلس في بيته ويقول أنه متوكل، لا يتحرك قاصدا إجابة ما يريد أو الحصول على ما يرضى، إنما يقول أنا متوكل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فالتوكل حق أن تعتمد الجوارح على الأسباب كأنها كل شيء، وأن يتعلق القلب بالله كأن الأسباب لا شيء. فالتوكل حق أن تتعلق الجوارح بالأسباب، يذهب يمينا ويسارا، يتكلم ويفعل، ويذهب ويغدو طالبا تحقيق ما يريد، يأخذ بالأسباب حتى ينال رغبته. ولكن في المقابل لا بد أن يسير في اتجاهين، أن تتعلق الجوارح بالأسباب وأن يتعلق القلب بالله كأن الأسباب لا شيء. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذا المعنى الواضح، وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خير شاهد على ذلك. فالله عز وجل قادر في طرفة عين أو أقل أن ينقل النبي من مكة إلى المدينة مباشرة، ولكنه حتى يكون عبرة وتعليما لأمته أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل أسباب النجاة من قريش، فأخذ معه رفيقا في السفر، وأخذ معه دليلا، وأخرج خلفهما من يعمي على آثار أقدامهما، واتفق على من يمدهما بالطعام والشراب وهما في الغار. أخذ بكل الأسباب التي
النجاة والوصول إلى ما يريدون. وبعد أن أخذوا بكل الأسباب وجدوا قريشاً عند رؤوسهم في الغار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين على الله لم يترك سبباً للنجاة إلا وأخذ به، بل إنه قد غير الطريق المعتاد في الخروج من مكة إلى المدينة بطريق آخر، فما من سبيل للنجاة من قريش إلا واتخذه النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في عدم لحاق قريش بهم. ومع كل هذا الأخذ بالأسباب وجدوا قريشا عند رؤوسهم، فلأنه أخذ بالأسباب بجوارحه وقلبه معلق بالله أنه لن تنجيه هذه الأسباب، إنما الذي ينجيه هو مسبب الأسباب جل وعلا. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فكان الكلام من الواثق بربه جل وعلا، المتوكل على الله الذي يعلم كفاية الله لمن توكل عليه. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نحن ما توكلنا إلا عليه، وما لجأنا إلا إليه، وما دعونا إلا إليه، فكيف يضيعنا هذه الثقة التي تنقصنا؟ ولكنك لابد أن تعلم أنك إن توكلت على الله لابد أن يختبرك، لابد أن يمتحنك في صدقك في دعواك. فالكاذبون كثر، والذين يدعون بلسانهم التوكل على الله كثيرين. لذلك يشدد الله على أوليائه حتى يرى ثباتهم وصدقهم في توكلهم على الله، كما قال أهل العلم: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار كان يمكن ابتداء أن يأمر الله عز وجل بهلاكهم جميعا قبل أن يوقدوا النار، ثم بعد ذلك كان يمكن أن النار لا توقد أصلا، ثم بعد ذلك كان يمكن ألا يستطيع أن يمسكوا بإبراهيم، بل إن الأسباب كلها تجمعت حتى ألقي في النار، حتى يعلم الله ثبات المتوكلين، ويعلم الله صدق اللاجئين إليه. فإذا توكلت على الله فاعلم أنك ستختبر، واعلم أنك ستمتحن، فلا بد أن تثبت صدقك مع الله عز وجل. وإياك أن تظن أنك من أول اختبار ستكون في أعلى درجات التوكل، إنما هو سلم تحتاج أن تصعد درجة درجة، علما بعد علم بعد علم، حتى يصير التوكل عندك يقين. ولا أدل من ذلك ما حدث مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام له مع ربه مواقف، ورد فعل النبي موسى عليه السلام في هذه المواقف متدرج، بدأ بالدرجة الأولى ثم صعد إلى الثانية ثم علا حتى وصل إلى قبة التوكل على الله. أول هذه المواقف لما رأى موسى العصا تهتز كأنها جان، ماذا قال الله عز وجل واصفا حال موسى؟ ولى مدبرا ولم يعقب. فقال الله عز وجل له: يا موسى أقبل ولا تخف،
إنك من الآمنين. فأول موقف أن موسى عليه السلام هرب وفر، هرب ببدنه وقلبه لما رأى هذه الحادثة الغريبة عليه، رأى العصا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. الموقف الثاني لما قال الله عز وجل لموسى أن يذهب إلى فرعون هو وأخيه، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ماذا قال موسى وهارون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ما زالت معرفتهم بالله في الدرجة الثانية، لم تكتمل بعد المعرفة الكاملة بالله عز وجل. ففي المرة الأولى ولى مدبرا ولم يعقب، في المرة الثانية جلس وثبت بجوارحه ولكنه أعلن بلسانه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراك. والموقف الثالث عندما ألقى موسى عصاه، قبل أن يلقي عصاه لما رأى السحرة، لما ألقوا حبالهم وعصيهم فرآها موسى كأنها من سحرهم أنها تسعى، فقال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى. هذه المرة على درجة ثبت بجوارحه ولم يعلن الخوف بلسانه كما قال في المرة الثانية، إنما في المرة الثالثة ثبت ولم ينطق بالخوف مما يرى، إنما أوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أرأيتم هذا التدرج؟ وفي المرة الرابعة عندما وصل موسى عليه السلام إلى قبة التوكل على الله عز وجل، لما فر موسى ومن آمن معه وأتبعه فرعون وجنوده، فإذا نظر موسى أمامه وجد البحر، فالبحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا كان رد موسى عليه السلام الذي وصل وتدرج في سلم العبودية والتوكل إلى أعلى درجة إلى قبة التوكل؟ لما قالوا إنا لمدركون، فالعقل نعم يقول إنا لمدركون، فالبحر أمامهم والعدو خلفه، ولكن المتوكل الحق على الله يعلم كفاية الله له. فكان رد موسى عليه السلام، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا، إن معي ربي سيهدين. صدقا من قلبه قالها لأنه تعلم كفاية الله له وحماية الله له. فالذي أمره أن يدعو فرعون وقومه هو الله، والذي بيده الأسباب هو الله، والذي يغير قوانين الكون هو الله. فحول هذا البحر المائع السائل، حوله إلى أرض يابسة بقدرة الله عز وجل. فلا تستهين أبدا بتوكلك على الله جل وعلا، ولكن لا بد أن تأخذ بالأسباب، بأسباب النجاة وبأسباب الوصول إلى ما تريد. هل هناك أدق وأبين مما حدث مع مريم؟ امرأة جاءها المخاض ولا تستطيع
ومع ذلك كان يمكن أن يأتيها الطعام أمامها، ولكنها أمرت أن تأخذ بالأسباب. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أنت، لا أقول واحدا، لو تجمعنا جميعا على نخلة وقمنا بهز هذه النخلة لن يسقط منها شيء، إنما لا بد من الصعود أعلى هذه النخلة حتى نحصل على ما نريد. فما بالك بامرأة ضعيفة، بل وجاءها المخاض في وقت الولادة، يأمرها الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة. إنه الأخذ بالأسباب، عدم التوكل، إنما هو التوكل على الله عز وجل. ولنا في هاجر عليها وعلى إبراهيم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جلست مع رضيعها لا تجد ما تطعمه، فأخذت تذهب من الصفا إلى المروة ذاهبة عائدة، تروح وتعود، ذهبت لتحصل على الرزق، ويأبى الله عز وجل إلا أن يرزقها من تحت أقدام وليدها. فكان يمكن أن ينبع الماء بمجرد أن تريد، لكنها أخذت، ذهبت وعادت، ثم ذهبت وعادت سبعة أشواط، تذهب وتعود، ثم تفاجأ بأن الماء عند رضيعها. بقدرة الله عز وجل، هذه المواقف وغيرها الكثير يدعونا أن يتعلق قلبنا بالله. تعلم أنه لن يكفيك إلا الله، ولن يعطيك إلا الله، ولن يغنيك إلا الله، ومع ذلك لا بد أن تسعى وتأخذ بالأسباب، كأن الأسباب كل شيء، ويتعلق القلب بالله وكأن الأسباب لا شيء. أيها الإخوة الكرام، ودائما ما يأتي فرج، ما يأتي الفرج من الله والنصر والمدد بعد شدة الكرب وبعد شدة الامتحان، فلا تيأس ولا تقنط ولا تجزع. فهذه الدنيا هذا حالها، لا بد أن تشدد عليه ليرى صدقك في دعواك. النبي صلى الله عليه وسلم أصابه فيها ما أصابه، فلماذا تريد أنت أن تسلم من هذه المحن والشدائد؟ بل إن كل رسل الله عانوا فيها مع صدق توكلهم على الله. انظر إلى قول الله عز وجل ونختم به، تلك الآية التي تبين لك مقدار المحن والشدائد التي كانت على الرسل. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، عندما بذلوا وسعهم وطاقتهم في دعوة أقوامهم حتى بلغ بهم الحد أنهم ظنوا أنهم قد كذبوا. وانظروا إلى تعبير استيأس، يقول أهل اللغة الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أي أنه كان يمكن أن يقال حتى إذا يئس الرسل، إنما مبالغة في اليأس. الألف والسين والتاء، كل حرف من هذه الحروف تزيد يأسا فوق اليأس، دلالة على بلوغ الحد الأعلى من يأسهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاءهم الفرج والعون والمدد من الله عز وجل. أم
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من شدة يأسهم يقولون متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة الكرام، اسم الله الوكيل يدعوك للاطمئنان والراحة والسكون على أنك إن اعتمدت على الله فاعلم علم اليقين أنه كافيك وأنه معطيك وأنه مغنيك فوق ما تريد. فلنعد ونراجع أنفسنا وعلاقتنا بالله. عد فقرأ آيات التوكل على الله عز وجل في كتابه، وانظر إلى هذه العظمة، إلى هذه القدرة التي لا حدود لها من الله عز وجل. تعلم حقا أنك تضيع نفسك بالاعتماد على غير الله. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا صدق التوكل عليه وحسن اللجوء إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله.